عملية قص المعدة أو تكميم المعدة بألمانيا، كيف بخلي شركة تأمين هي تدفع لي 13000 يورو لأقدر ساوي هاي العملية؟ طبعا هذا الفيديو ما له فيديو طبي ونصائح حول هاي العملية من وجهة النظر الطبية، لكن من وجهة النظر القانونية كيف بخلي شركة التأمين هي اللي تدفع تكاليف العملية إذا أنا كنت بدي ساويها وبحاجة هاي العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة نحن في ألمانيا، أهلا وسهلا فيكم. من أمام العدسة مثل العادة عبد الهادي. اليوم بهذا الفيديو مميز إن شاء الله، حيكون سباق بهذا الموضوع ما أنا موجود أبدا على اليوتيوب، فإذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط زر لايك، اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس حتى تشوف كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وبتقدر أنك أنت تتابع أكثر من 250 فيديو حول الحياة والعمل والدراسة والأسبلدوغ بألمانيا من خلال قوائم التشغيل المؤرشفة الموجودة بداخل القناة. وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم وما حنطول كتير بالمقدمة. معالجة السمنة وموضوع السمنة هو موضوع كتير مزعج للأشخاص اللي عم يعانوا من هذا المرض. والسمنة طبعا بتجي إما عن طريق الغذاء الغير الصحي أو مرض وراثي أو من الاكتئاب أو أمراض نفسية، في لها كتير مشاكل هي بتطلع منه من خلال السمنة. فأشخاص ممكن إنه هي تحاول تنحف حالها عن طريق النظام الغذائي، أو ممكن إذا ما قدروا يشوفوا موضوع العمل الجراحي اللي هو بين قوسين قص المعدة أو تكميم المعدة مثل ما هو متعارف عليه. فهذا الفيديو أنا ما هأحكي من وجهة نظر طبية هل هي العملية منيحة أو سيئة، شو هي ميزاتها أو شو هي مساوئها. اليوم حنحكي كيف أنا بقدر أقدم عن طريق التأمين الصحي وخلي شركة التأمين الصحي ترضى تتكلف وتتكفل عفوا بضمن كل التكاليف اللي هي بتكلفها هي العملية. بشكل عام العملية تكلفتها ما يقارب أو ما يتراوح ما بين 10,000 إلى 13,000 بألمانيا. طبعا هذا مبلغ كتير كبير ليدفعه شخص ويتحمله بشخص لحاله. فلذلك أنت بتقدم طلب عند شركة التأمين، لازم تكون جايب وراء معينة، شروط معينة هلأ بنحكي عنها، وتقدم طلب ليدرسوه وهن إما بوافقوا أو لا. وموضوع التكلفة بتختلف على حسب الدكتور اللي عم يساوي لك العملية، على حسب المشفى. أكيد الدكتور اللي صار له عم يساوي العملية 3 سنين ما حياخد نفس التكلفة اللي الدكتور اللي صار له عم يشتغل بهي العملية 10 أو 15 سنة. هذا كله بيلعب دور. ممكن تتجاوز العملية 13,000، وخارج ألمانيا العملية أرخص من هيك، بلبنان ما يقارب 8,000، بالتشيك ما يقارب 6,000، تختلف أيضا على حسب الدولة. بشكل عام ألمانيا هي تكلفتها عالية. فشو هي الأوراق اللي أنا لازم جيبها؟ رقم واحد، لازم أنا أكون مداوم عند دكتور الفخ أرث لمعالجة السمنة، وأخذ من عنده تقرير أني أنا حاولت لفترة 6 شهور أو فترة سنة وما قدرت أني نزل وزني. رقم 2، لازم أيضا أكون مداوم ومواظب عند دكتور التغذية ومأثبت أنه أنا جربت نظام غذائي وحاولت أني حسن فيه وما قدرت أني أمشي على نظام غذائي، أو حاولت أني أمشي على نظام غذائي وما قدرت أني أفقد وزن. فلازم أنت الدكتور يعطيك هذا النظام الغذائي وتكتب على كتاب، هلأ بوريكم انك انت بشكل عام شو اكلت اليوم، شو الرياضة اللي انت عملتها اليوم. فلذلك هذا الكتاب لازم انت تسجل فيه تقريرك النهائي انه كيف كان نظامك الغذائي. فاذا شافه دكتور التغذية انك انت ما استفدت شيء وحاولت تحسن طبعا وما كان في فائدة بعد فترة 6 شهور او بعد فترة سنة من اتباع هذا النظام الغذائي، بيعطيك التقرير انه انت لازم تساوي عملية قص المعدة. وبشكل عام هذا هو الدفتر اللي بتاخده من عند طبيب التغذية، هو مقسم مثل الايام، يعني مقسم انه على الجداول بتحط انت التاريخ فوق، الهدف تبعك انه انت لاي وزن بدك تصير وشو اكلت انت خلال هذا اليوم. لازم انت تكون معبي هذا الدفتر او معبي نصه على حسب النظام اللي اعطاك اياه طبيب التغذيه. هذا هو الدفتر اللي بتحصل عليه من عند الطبيب. وايضا من ضمن التقارير اللي انت لازم تكون مرفقه مع الاوراق دكتور نفسي، لازم انت تكون جايب تقرير من عند الطبيب النفسي انه حالتك النفسيه تعبانه بسبب السمنه، فبيشوفوا هن لازم انه هل التقرير مناسب لوضعك النفسي ولا لا. لازم انت ايضا من ضمن الشروط انك انت تكون مداوم عند الطبيب النفسي اقل شيء ما بين 8 مواعيد ل 12 موعد. وبس تحصل على التقرير بيكون الطبيب محدد انه انت حالتك النفسيه تعبانه، مثلا ما عم تلاقي شغل، أمورك مالها ماشية، ما عم تقدر تتحرك، يعني بتكون أمورك النفسية تعبانة. على بناء على هذا التقرير أنت بتأرفق الأوراق بشكل عام مع هذا التقرير وبتبعتهم لشركة التأمين. وأيضا لازم يكون عندك جدول من نادي الرياضة أنك أنت عم تداوم أقل شيء 4 أو 5 مرات بالأسبوع وعم تحاول تمشي على نظام رياضة معين، وهذا
تقرير. اي شخص بيروح على النادي بيكون عنده كرت بيعطيه للموظف بيقول له انا بدي الجدول اليومي تبعي او الشهري تبعي ايمتى انا اجيت، وطبعا هذا كله بيكون مسجل عند النادي، وبتارفق هذا التقرير ايضا مع الاوراق. ومن ضمن التقارير 1 2 3 ومن ضمن التقارير ايضا جيب تقرير من الهاوس ارتس انك انت عندك مشاكل طبيه بسبب السمنه. ونقطه كتير مهمه، اذا عندك مشاكل انت بالمفاصل بالركب بالكتله الجسم بشكل عام عم تعاني منها بالعظم، فبتقدر انك انت تجيب تقرير من طبيب العظميه وترفقه مع الاوراق. طيب انا كيف بدي اقدم الاوراق؟ بس هيك بجمع الاوراق بروح على شركه التامين؟ فيك انت تساوي هيك طبعا، وفيك تتوجه على مركز معالجه السمنه اللي بيكون هو بقلب المدينه عندك مثل ما حيظهر هلا قدامنا اسمه على شاشة، وبتاخد الموعد منهم وهنن بيتابعوا معك خطوة بخطوة. فيك تساوي هاي الخطوة انك انت تروح على مركز المعالجة من اول بداية التفكير تبعك انه انا بدي ساوي العملية، وممكن تستفاد منهم وما تضطر انك تساوي هاي العملية الجراحية، او ربما ما تلاقي حل بالنهاية وتضطر انك انت تساوي هاي العملية، فهن بيوجهوك خطوة بخطوة انت كيف بدك تجمع الوراق، شو هو الدكتور لازم روح لعنده، مين هو الدكتور المناسب انا عندي بداخل المدينة. فهي المراكز اما بتكون هي بداخل المستشفيات اللي بتمشيك على نظام معين ايضا، او بتكون مراكز بتكون موجودة بضمن المدينة مو ضروري تكون بمشفى، بس هي المراكز بتكون مسؤولة عن موضوع السمنة ومعالجة السمنة. هن بيمشوا لك كل وراءك حتى بالاخير تلاقي حل، اما عن طريق النظام الغذائي او النظام الرياضي او تلتفت لنقطة العملية. النقطة الأخيرة من ضمن الأوراق إنك أنت تقدم ستيلينج نامة، سيرة ذاتية عن نفسك، رأيك ليش أنت بدك تساوي العملية، شو الهدف من العملية، حاولت إنك أنت تنحف حالك، هل في أمراض معينة عم تعاني منها بسبب هي السمنة الموجودة عندك، هل يا ترى حاولت أنت تنحف حالك، قديش كان وزنك وقديش زدت بآخر فترة. هي المعلومات كلها أنت بتكتبها وبتبعتها لشركة التأمين مع كل الأوراق اللي أنا حكيت عنها. اما بالنسبه لانواع العمليه هي بتتوقف على حسب الدكتور، هو بيساوي لك تنظير ما قبل العمليه، هو اللي بيحدد العمليه ان كان قص معده تكميم معده بين قوسين او ان كان تحويل مسار. وطبعا تحويل المسار فيه هو منه نوعين مثل ما ذكرت، انا ما عندي هالمعلومات الطبيه كتير. تحويل مسار هو بيكون عباره عن نوعين، تحويل كامل او تحويل مصغر. طبعا اللي بده يقرأ أكثر عن العملية بيقدر يفوت ويقرأ بضمن الإنترنت أو يروح يساوي موعد بمعالجة السمنة ليعرف كل المعلومات حول هاي العملية. أنا ما عم بنصح أي حدا يساوي هاي العملية، ما عندي معلومات طبية أبدا، أنا خالي المسؤولية من هذا الموضوع، بس أنا عم ساوي فيديو لتقدر سهل على العالم شو هي الأوراق اللي لازم، إذا حاطين طبعا يبانوا عملية ومقررين شو هي الأوراق اللي لازم يجمعها لتوافق شركة تأمين تحمل تكاليف العملية. وهلا بنصل لنقطة موافقة شركة التأمين. الطلب بياخد وقت من 3 لـ5 أسابيع، وإما بيجي بالقبول وفورا بتاخد هذا التقرير وبيروح نسخة منه لمركز المعالج الخاص فيك إذا أنت بقلم تتعالج بقلب المشفى، وبيحددوا على أساسه عملية تنظير جديدة ليشوفوا هل أنت عندك التهابات أو هل أنت جاهز للعملية، وبيتم تحديد العملية بعد فترة معينة، ممكن 20 يوم، ممكن 3 شهور، على حسب نظرة الطبيب لوضعك الصحي، أو ممكن يجي بالرفض. وإذا اجت بالرفض طبعا أنت معك وقت لا تعترض على هذا الرفض وتعطيهم أسباب، وطبعا ترجع للدكاترة مرة تانية ليشوفوا حل كيف شركة التأمين بدها تتحمل التكاليف من خلال أسباب مقنعة أكثر، أو مثلا بيكون عندك أمل أنك أنت يصير عندك نحف مو بالضرورة من خلال العملية. وطبعا هذا الشيء شركة التأمين بتحدده عن طريق أيضا الكود أختا، هو اللي بيقرر، بيكون له أيضا ملف خاص هو بيطرح التقرير الخاص فيه، وبتقرر بعدين شركة التأمين هل هي حتتحمل تكاليف أو لا. وهلأ حيظهر قدامنا صورة على الشاشة موافقة شركة التأمين لموضوع العملية بعد ما أنت تقدم الطلب، وبتصلك هاي رسالة إنه هن موافقين يتحملوا التكاليف بشكل كامل. وبالنسبة لآخر نقطة وهي نقطة كتير مهمة، ما بعد العملية لازم يكون عندك أنت أدوية وفيتامينات تاخدها دائما. فهون ممكن أنت تحصل من المشفى اللي عملت لك العملية، بتختلف على حسب المشفى، بشاينيغونغ لشركة التأمين أنه هاي الأدوية ضرورية مشان يتحملوا التكاليف تبع الأدوية بشكل دائم، وممكن المشفى ترفض لك لا أنا ما عندي هيك بشاينيغونغ لأعطيك إياها، ما عندي شهادة أو ما عندي وثيقة لشركة التأمين، وبهي الحالة أنت بدك تتحمل التكاليف لحالك اللي هي الفيتامينات بشكل عام، لأنه انت حتى يعود جسمك الاكل اللي حيقل بشكل كتير كبير بعد انت تاكل كتير، فلازم يكون عندك فيتامينات حتى اخدها
دائما. وهيك بهالحالة بكون وصلت لنهاية الفيديو، وبتمنى انه الفيديو يكون مفيد، تقدروا تستفيدوا من هاي المعلومات. برجع بكرر، ما عندي اي معلومات طبية حول هاي العملية، ما بتحمل مسؤولية اي شخص بده يساوي العملية بعد هذا الفيديو. انا حكيت فقط بشكل القانوني كيف شركة التأمين بتتحمل التكاليف. بشوفكم بالفيديوهات القادمة، لا تنسوا من الدعاء والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وزر لايك اذا عجبك الفيديو. وهلا حلكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.